تستيقظ في زنزانة باردة ومظلمة، لا تتذكر كيف وصلت إليها ولا تعرف ما الذي يحدث. تحك رأسك متوجعا وتسمع طنينا في أذنيك. اهدأ وركز معي، فهناك ألغاز مرعبة في انتظارك، وفي نهاية الفيديو سترى مدى براعتك في حل هذه الألغاز. ترى عدة رموز غريبة محفورة على جدار طوب، 4 خطوط عمودية و3 خطوط تحتها وعلامة كالرقم 7 تسير وتصل إلى باب حديدي شبكي. هناك قفل ضخم صدئ معلق عليه، لكن لا يوجد مفتاح. انظر حولك وحاول العثور على طريقة للخروج. هل لاحظت ذلك الطوب البارز من الجدار؟ جرب دفعه. الطوب هو الحل. انفتح باب سري فمشيت عبره. تنزل الدرج وترى قاعة كبيرة مضاءة بالمشاعل، وفيها 4 مرايا ضخمة تعكس المرايا فرانكشتاين وهيكلا عظميا وزومبي ومصاص دماء. أحد هذه المخلوقات الأربعة إنسان في الواقع، هل يمكنك أن تحدده؟ لا ينعكس مصاص الدماء على المرايا، هذا يعني أنك تنظر إلى إنسان. يقدم لك عظمة صغيرة ويخبرك بأنك ستحتاجها. تغادر القاعة وتدرك أنك في فناء قلعة مخيفة. لا توجد غيوم في السماء، وتختبئ الشمس خلف أحد الأبراج الشاهقة. ترى 3 بوابات أمامك. هناك مستذئب بجوار البوابة الأولى، والبوابة الثانية يحرسها عقرب عملاق بحجم سيارة، وبجوار البوابة الثالثة وحش مخيف. يوجد شيء خاطئ هنا، ما هو؟ الشمس مشرقة وساطعة ولا يوجد بدر، إذن ما الذي يفعله المستذئب هنا؟ إنه مجرد إنسان يرتدي زي مستذئب. يفتح المستذئب المزيف البوابة وتمر عبرها. عدت إلى القلعة ودخلت غرفة صغيرة. ترى خيوط العناكب في كل مكان، والقمامة متناثرة على الأرضية. ترى برطمان ملح على الطاولة، وملاحظة على الجدار تقول دائرة ملح. تقرر أخذ البرطمان معك من باب الاحتياط، وفي هذه اللحظة يبدأ سائل لزج وغليظ في الانسكاب على كتفك. تنظر للأعلى وترى عنكبوتا كبيرا ينزل باتجاهك على شبكته. تهرب وترى 3 أبواب. تسمع صراخا خلف الباب الأول، وصوت منشار خلف الباب الثاني، وكلبا ينبح خلف الباب الثالث. بسرعة يجب أن تختار أحدها. اركض من الباب الثالث، ستقابل الكلب الغاضب، لكن لديك عظمة. ترميها له ويتحسن مزاجه فورا. يعض العظمة وينسى وجودك. ترى على الأرضية آثار أقدام إنسان تقود إلى الباب التالي. تدير مقبض الباب لكنه مقفل. ابحث عن المفتاح في الغرفة. يقضم الكلب العظمة والمفتاح يلمع على طوقه. تلاعب الكلب وتزيل المفتاح برفق من رقبته. تفتح الباب. المكان مظلم ولا تستطيع رؤية أي شيء. تسير خطوة للأمام لكنك تسقط في حفرة عميقة. من حسن حظك أنك لا تتأذى. ترى على الأرض مشغل MP3 مع سماعات رأس. إنه يعمل. عظيم. تضعه في جيبك. لا يمكنك تسلق جدران الحفرة الملساء، لكن أحدهم رمى لك حبلين لتخرج من الحفرة. الحبل الأول أبيض ولامع قليلا، والحبل الآخر عادي تماما. اختر أحد الحبلين للخروج من الحفرة. الحبل الأبيض نسيج عنكبوت، لذا سيطاردك العنكبوت إن استخدمته. تختار الحبل العادي وتخرج من الحفرة. الحبل مربوط بعمود رخامي. تفك الحبل وتضعه في جيبك. تسير ببطء في ممر مظلم، وفجأة تسمع زمجرة خلفك. إنه مستذئب. البدر يسطع في السماء. تغادر الممر مسرعا وتجد نفسك في الشارع. أمامك 3 مسارات. المسار الأول مغطى بحمم بركانية، والثاني مليء بالثعابين، والثالث يقودك إلى بحيرة سامة.
أسرع، المستذئب قادم. هناك حذاء مرمي على الجانب الأيسر من البحيرة، هذا يعني أن البحيرة متجمدة. تتزلج على الجليد وتسقط، ويطاردك المستذئب، لكنه ينزلق أيضا، مما يمنحك الوقت الكافي للركض إلى اليابسة. أمامك برج كبير، تجري إليه وتغلق الباب، وتجد نفسك في قاعة مستديرة مضاءة بالمشاعل. تظهر وجوه بشرية على الجدران وتمد أيديها ناحيتك. تقترب منك الأشباح ببطء وتحاصرك من كل الاتجاهات. ماذا ستفعل؟ هل تتذكر برطمان الملح والملاحظة التي تقول دائرة ملح؟ اسكب الملح حولك ولن تجرؤ الأشباح على تجاوز خط الملح. تفعل ذلك ثم تنتظر لبعض الوقت فتختفي الأشباح. تصعد درجا لولبيا يقود إلى قمة البرج ويغلق الباب خلفك. هناك نافذة واحدة وحامل حديدي لمشعل النار مثبت على الجدار، وفي وسط الغرفة ترى سريرا كبيرا محاطا بستار أبيض. تفتح الستار وترى اثنين من الزومبي نائمين على السرير، يفتحان أعينهما وينهضان ويمشيان نحوك ببطء. كيف ستتصرف؟ استخدم الحبل الذي وجدته مسبقا، اربطه بحامل الشعلة وانزل من النافذة. عظيم، الزومبي أغبياء ولن يسحب الحبل. وصلت إلى الأرض ورأيت سيارة أمامك. في هذه اللحظة يخرج المستذئب من القلعة، لذا تركب السيارة وتقفل الباب. يضرب المستذئب النافذة بمخالبه ولا يمكنك العثور على المفتاح. على الأرجح أنه في درج السيارة، لكنه مغلق بقفل مكون من 3 أرقام. تذكر بداية مغامرتك وحاول تخمين الرمز. أسرع قبل أن يكسر المستذئب زجاج النافذة. في البداية استيقظت في زنزانة على جدارها عدة علامات، 4 خطوط عمودية و3 خطوط تحتها وعلامة ثالثة. العلامة هي رقم 5 الروماني، إذن الرمز هو 435. تخرج المفتاح وتشغل محرك السيارة وتقودها بعيدا عن المكان. تغادر القلعة لكنك تستوعب أن فرامل السيارة معطلة. أمامك 3 طرق، هناك جدار من الطوب في نهاية الأول، فيما يؤدي الطريق الثاني إلى غابة مشتعلة، وينتهي الطريق بتل مرتفع على جرف. أي طريق ستختار؟ الساعة تدق فأنت تقود بسرعة كبيرة. توقف عن ضغط دواسة الوقود وتوجه بالسيارة إلى أعلى التل. ستنخفض السرعة بعد قليل وستتمكن من الخروج من السيارة. تقفز من السيارة قبل أن تسقط من فوق الجرف. تدور حول التل وتدخل مستنقعا. تسير عبر المستنقع وترى 3 فتيات أمامك. أي فتاة هي حورية البحر؟ هناك شيء غريب على رقبة الفتاة في المنتصف، إنها خياشيم. أصابع الفتاة الثانية متشابكة. في المقابل تبدو الفتاة على اليسار طبيعية لأنها بشرية. تخرج من المستنقع وتجد نفسك على الشاطئ. ترى قاربا آليا قديما على الرمال، تدفعه إلى الماء وتشغل محركه وتنطلق في الماء مبتعدا عن جزيرة القلعة. ترى في الأفق صخورا وحطام سفن. تخفف سرعة القارب وتسمع غناء جميلا، إنه صادر عن امرأتين على قمة الصخور. إنهما حوريتان تجذبان بغنائهما البحارة، فتصطدم سفنهم بالصخور. تتحرك ناحيتهما مباشرة دون مقدرة على المقاومة. الصخور تقترب أكثر فأكثر، ويجب أن تتصرف بسرعة. لا يزال لديك مشغل MP3 الذي وجدته في الحفرة. ارتدي سماعات الرأس وشغل الموسيقى وغادر المكان. يتعطل المحرك. ترى في الأفق معالم جزيرة أخرى. تمسك المجداف وتبدأ التجديف. تمر بضع ساعات وتشعر بالجوع والعطش.
هناك أسماك في الماء وتوجد علبة ديدان في القارب، لكن كيف يمكنك صيدها بدون صنارة صيد؟ استخدم أحد أربطة الحذاء، اربط الطعم به وضعه في الماء. نجحت الطريقة وتمكنت من صيد عدة سمكات، لكنك ترى زعنفة سمكة قرش تحاصرك السمكة وتدفع القارب. الجزيرة قريبة جدا، لكن الابتعاد عن هذا المخلوق الخطير ضروري. كيف ستحل هذه المشكلة؟ ارمي الأسماك التي اصطدتها إلى أبعد مكان ممكن، سيشتت ذلك انتباه سمكة القرش وسيمنحك بعض الوقت للوصول إلى الشاطئ. لقد نجحت في ذلك، لكن للأسف قدمت طعامك لسمكة القرش. تصل إلى الشاطئ وأنت مرهق، تقابل رجلا هناك يخبرك أنه وضع مشغل MP3 والحبل لك، كما أنه كتب الرمز على جدار الزنزانة. لا تنطق بأي كلمة وتكتفي بركله في ساقه. كلا، لم تفعل ذلك. على العموم أنت سعيد لأن مغامرتك انتهت وتستلقي على الرمال، لكن الرجل يخبرك أنه ما من وقت للاسترخاء، فهناك اختبارات صعبة أخرى في انتظارك. تسمع ضوضاء غريبة تأتي من الغابة، لكن هذه قصة أخرى، وهذا الفيديو على وشك الانتهاء. حان الوقت لمعرفة نتيجتك. 0 إلى 4 نقاط. لا تحزن، يمكنك التحسن، لكن التوجه إلى القلاع السحرية لا يناسبك. 5 إلى 8 نقاط. لست سيئا، برهنت أنك شجاع، لكنك تحتاج بعض الحيل. ستحل الألغاز الأخرى بشكل أفضل. 9 إلى 12 نقطة. شبه ممتاز، لقد اجتزت الاختبار وأثبتت قدرتك على النجاة من كل مأزق. 13 إلى 15 نقطة. لست شخصا يخشى الوحوش، بل على العكس، يمكن لأي قلعة مخيفة أن تصبح بيتك المريح.